هلا لما باجي بقسم السيكتورز بعمل الاسامبشنز التالي. عندي هاي الجراوند فلور. هلا لامدا الفعليه لكل سيكتور رح تختلف عن لامدا الاصليه، مزبوط؟ لامدا الاصليه قديش كانت؟ 0.48 passengers per second. هلا لامدا تبعت S1 بدها تساوي 0.24 passengers per second، ولامدا S2 بتساوي 0.24 passengers per second. اوكي مزبوط؟ وصار عندي هذا هو الارايفل تبع كل واحد من هدول. هلا بدي اقرر ايش ابدا، بدي اقسم هدول السيكتورز لست سيكتورز من هون، فهاي صارت عماره لحالها بالتصميم، وهاي راح تصير عماره لحالها بالتصميم من هون. وراح ابدا هون اشتغل اخذ لامداز وبدي اطلع بي، وبدي اطلع الراوند تريب تايم للسيكتور اللي هون، واطلع الراوند تريب تايم للسيكتور اللي هون. ايش بنتوقع هلا بصير عندي في البدايه؟ لما يصير عندي هون ايش اتش واس متوقع يصير فيهم؟ راح يقلوا مش هيك؟ وحتى هاي راح يقل فيها كمان، اس راح يقل فيها، اتش شيء بسيط راح يقل فيها، بس الاتش الواضح اللي راح يقل هون، فراح يطلع معي راوند تريب تايم للسيكتور العلوي وراوند تريب تايم للسيكتور السفلي منه. هلا بدي اقرر نبدا في بي معينه. هلا المشكلة هون ما بقدرش اشتغل زي ما اشتغلنا هناك، راح استعمل بي اني نفس اللي بدينا فيها هناك، هي راح تكون طبعا اقل، بس راح استخدم بي انيشال، هي نفس بي انيشال اللي كانت هناك، وبعدين راح تنزل معنا شوي شوي راح نشوف قديش القيمة اللي راح توصل لها. فراح ناخذ هلا هاي بي انيشال ونشتغل فيها بالكود ونبدا نصمم على هدول التو سيكتورز، راح اعمل هذا السيكتور اشتغل عليه وهذا السيكتور راح اشتغل عليه، راح استعمل السوفت وير، راح افرجيكم كيف نستعمل السوفت وير.